لا شو بصا انا بعيونهم شلون حاطين دابن ودابن هالولد، لا حول ولا قوه الا بالله، لعنه الله عليهم. بعدين ما حصير ايه؟ الله يحميه مثل الزيبه ما شاء الله. اي والله اذا بيصل راسه للسما ما راح يحسني مسكون. شب بضاي. يلا يا جماعه كل مين على شغله. امبارح ضليت لاطي بالبساتين لحتى خفت حركة الفرنساوية، بعدين رجعت على بيتي نطلطهم فوق الأسطيح. ري عليك ولدك رح تمر هالشغلة على خير؟ والله ما بسنيها طلال. العمل على السيرة والعمل. أنا بقول ناخد الحيطة والحجر هاليومين لنشوف شو بدهم يساووا هالطلالية. يعني ما نكف مغياب عن الحارة؟ خلينا نكن اليوم لنشوف شو بدهم يساووا ومن بعدها منقرر. هي اللي بتشوفه أبو العباس. شو بدي أقول لك؟ مور بتمرون عند الشباب بتخليهم ياخدوا حذرهم مظبوط، وبس تخلص بتجي لعندي على الفرن المساء وبنحكي على رواق. صار أبو العباس. الله معك. فخامة الحاكم العسكري بيبلغكم تحياته وبيأكد لكم أنه ما رح يقبل بأقل من الإمساك بالفاعلين، وأنا شخصياً بضم صوتي لصوته، ولو ما حصل هذا الشيء أنا رح أهدم الشام فوق أهله. لازم يعرفوا أهالي الشام من كبيرة لصغيرة أنه الاعتداء على فخامة الحاكم العسكري هو اعتداء على فرنسا. لذلك عندكم كل الصلاحيات اللي بتشوفوها مناسبة للإمساك بالفاعلين. نحن بنوعدك سيدي إن شاء الله ما رح نقصر، رح نبذل قصارى جهدنا سيدي. رح يكونوا عند حسن ظنك سيدي. وأكيد الجميع سيدي حريصين على سلامة فخامته وعلى هيبة فرنسا. وسيدي بالمناسبة في مكافأة مادية ومعنوية لأي شخص بيقدم أي معلومة، وبنفس الوقت ما رح نتساهل أبداً مع أي حدا بيتستر بطريقة أو بأخرى. أنا سمعت عن تسيب سياسة الأمن الماضية، بس هلأ بدي أكون تفهموا كتير منيح. هلأ عهد جديد وأساليب جديدة. مع السلامة. عفوا سيدي لو سمحت لي في كلمتين حاب لك ياهم، بس ما حبيت افصح عنه قدام زملائي رؤساء المخافر سيدي. قول يا خدامك راجي سيدي رئيس مخفر الإمارية. قول. أثناء تجوال دورياتنا سيدي بالإمارية لضبط الأمن والأمان حسوا دورياتنا في تحرك مشبوه لشخصية سيدي. ومسكتوهم؟ للأسف يا سيدي هربوا بآخر لحظة. متذكر بأي ساعة صار الحكي؟ يعني سيدي بدك تقول حوالي تنتين ونص بعد نص الليل. يعني بعد الحادثة؟ بالضبط سيدي. طيب برأيك وين ممكن يكونوا هربوا؟ شو هربوا سيدي ما هربوا؟ أعوذ بالله أنا متأكد بعنوا بالإمارية سيدي. اسمع يا راجل، رح نفوت هلأ على فخامة الحاكم العسكري وبدك تأكد له أنه الفاعلين من حي الإمارية. خدامك سيدي أنا بإيدك هاي لإيدك هاي. تفضل. شرف سيدي. Que ce mec, le saccageur, vient de quartier des mariés. S'il vous plaît, Saïdi, il y a des gens qui ont été en train de se faire. Je ne sais pas si هذا الساكاجور المخرب جاي من حي إمارية؟ طبعا سيدي متأكد 100% وأنا سبق وقلت لحضرتكم سيدي هدول الناس عندهم سوابق بالتمرد والعصيان والتخريب وشغلات كثيرة سيدي. كولونيل quel est votre avis? C'est à vous de décider, monsieur. Je veux une réponse claire et nette, monsieur. Monsieur, إذا حسيت بصدق كلام راجي أفندي، فشو عم ننتظر؟ أنا بدي رد سريع. monsieur, بنطلب من زعماء الحي تسليم المجرمين فورا. Et s'il refuse de le donner? إذا صار هالشيء، monsieur, اتركني أتصرف بطريقتي الخاصة. كولونيل معك كل الصلاحيات تحسين تنفذ. ميرسي مسيو.
وصولك لحي الإمارية تطلب من المعنيين تسليم المجرمين خلال 24 ساعة. بس عفوا سيدي، يعني بلكي ما تعاونوا معنا. بس خبرني. حاضر. وبتأكد لهم أن الجهات المخابراتية الفرنسية تأكدت أن الفاعلين من حي الإمارية. مع السلامة. أي خدمة تاني سيدي؟ نو. سلام. لك يا رجال يا رجال، هاي مو أول طوشة بتصير بالحارة، شبنا هدوا شوي. ما اختلفنا على هالكلام يا أبو قاسم، بس شغلة امبارح غير شكل يا أخي. مزبوط، دوريات فرنساوية فاتت طالعة بالحارة يا أخي. الشغلة يا جماعة أكبر من قصة طوشة أو علقة، شبنا. لك شو هالحكي هاد؟ لك نشوفك. إيه ما بقول غير الله يجيب العوائب سليمة. يا بي خلونا نلتفت كل واحد منا لشغله أحسن ما نكون بشي ونصير بشي تاني. مزبوط، لأنه بينتو الفرنساوي مو مصلي على النبي منوب. لا والله مو مصلي على النبي. ليش لك الفرنساوي امتى كان يحب الخير لهالبلد؟ السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. باي. شلونكم؟ الله يعطيكم العافيه. عليكم سليم برجال، طمنونا عنكم، كيف هالشغل؟ والله ناشفه يا بضاي، ناشفه منوب. بين الله عمي. ونعم بالله. شفناكم بخير. بالسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. ما بقول غير الله يرحم الغوالي. الله يسلمك عمي، تعيش بترحم. عمين. سمعت الطخطخة اللي حصل الليلة اللي مضى؟ ايه سمعت لك. ما سمعت. وين عرفت شو قصة معلم؟ صغيرة عمي، من يوم يومها بتعلق بين الفرنساوي واهالي الحارة. بس طوشة امبارح يعني على غير العادة، وما فكيت اطلع الضوء. قلنا لكم صغيرة، بيكون شي حدا علقان مع الفرنساوي واجى احتمى عنا هون بالحارة. بس يا معلم من بعد الحادثة ولهلا وعسكر الفرنساوي معشعش بالحارة مثل الدبابي. والخلايق ضايجين عم بيقولوا انه القصة هالمرة كتير كبيرة. ايوه الخلايا ضايجين والقصة كبيرة. صبوحي شو عرفها؟ انت شو دخلك؟ انا شو دخلني؟ خلصنا بقى انت وياه. شو بدكم انتوا بالقصص؟ كل واحد فيكم يلتفت لشغله. يلا قوام. امرك عمي. امرك. معلم ناكلي ما؟ وانت منين جبت هالحكي يا ابو طالب؟ الليله الفايته ماجد افندي خبرني بالروايه. ايوه يا سيدي، مو قليل بنوب بنوب محاوله خطف الحاكم العسكري شخصيا يا جماعه. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم سليم. هلين ماجد افندي ابن الحلال عند ذكره بيبان. شرف عمي. هلين ماجد افندي. شو خبرنا؟ شو في مستجدات؟ هاي رجعت من الحاكميه الفرنسيه. الوضع ما بيطمن بنوب يا اخوان. يا لطيف، اعطينا من الاخر، أعطينا من الآخر يرحم والديك. الجماعة ما رح يسكتوا على الإهانة أبداً، وبدهم الفاعلين لو هدوا شافوا سكانة. يا ساتر. يا لطيف يا لطيف، تلطف يا رب. ومو بعيد يداهموا البيوت والحوانيت والدكاكين وينبشوا القبور كمان. لا والأجعل من هيك، أنه هذا الكولونيل الجديد اللي مستلم الأمن حاطط الشر بين عيونه ومو مسمي بالرحمن أبداً كمان. حسبنا الله ونعم الوكيل. وزاد في الطنبور نغما. هلا اهم شيء تخبروا الرجال يطلعوا من الحاره، واذا في سلاح خلي ياخذوه معهم كمان. من الناحيه لا تاكلوا هم، انا راح اتصرف. معناته انا خبرتكم واطمنت عليكم. بالاذن انا صار لازم اروح على المخفر لانه ما بنعرف شو بيصير. الله يكثر من امثالك عميل. الله معك عمي. الله يعطيك العافيه يا ماجد افندي. اهلين ماجد افندي. ابو عدنان اسمع شيخنا. السلام معلم. تكرم عينك عمي. كله بده ترباي وراي يا ابني. شو جاي يسوي هذا الواطي بالحارة؟ الله يستر. يلا صبوحي يلا. شدوا ايدكم يا زلم. عمرك ابو ضاي. عمرك معلم. شلون هيك من عندنا من الحارة؟ ايه سيد راسي من عندكم الحارة. قول غير الحكي بجضايا عليك يا راجي افندي، قول غير الحكي. يا شيخي مو انا اللي عمول الحكي، لو انا كنت عمول الحكي كانت بلعت السيرة. اللي عمول الحكي هو السلطات العليا الفرنسية يا سيدي. مو معقولة. انا ما بصدق ما بصدق. يا شيخي هن مو ناطرينك صدقنا وتكذبون، هن بدهم اياكم يسلموا الفاعلين. سلمهم الفاعلين؟ شو عم تحكي يا رجل؟ ليش نحن منعرفهم لحتى نسلمهم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا جماعة لازم تتعاونوا وتنبشوا الفاعلين من تحت الأرض لحتى ترفعوا البلاء عنكم وعلى الحارة. لك يا رجل
شلون بدنا نمسك الفاعلين ونحن ما بنعرفهم مين؟ اساسا اثنيناتنا هلا عرفنا منك اساس الروايه. ايه طيب بس اذا كانوا من عنا من الحاره من حقه حقيقي، شو بدنا؟ يا اخي الجماعه عندهم معلومات انه الفاعلين من عندكم الحاره، فهموها بقى يا سيدنا، فهموها. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا كنت هيك عم تحكي واثق من كلامك، هات لشوف شو اسمائهم للفاعلين؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يا شيخي لو هن عارفين اسماء الفاعلين ما كانوا استنوك الا سلمون، فبوا يا سيدنا كانوا هن اجوا اخذوهم لحالهم. لكن شلون عرفوا انه الجماعه من عنا من الحاره؟ اخي المعلومات اللي عندهم بتقول الفاعلين قطع بت بالحاره، ولو ما تدخلت انا وترجيتهم وبوست ايديهم واجريهم كانوا بدهم يدهبوا الحاره من دون سابق انذار. ها ايوه، لذلك الجماعة قالوا لي معكم 24 ساعة، سلمتوا الفاعلين كان بها، ما سلمتوهم اللهم اشهد اني بلغت، اللهم اشهد اني بلغت. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو قلتك يا ابو عزيز؟ ما بعرف شو بدي لك، تربطت ايدي يا شيخنا. هلا فك لي ايديك وفكر شو بدنا نساوي شو بدنا نعمل، لانه الموضوع ما في لعبة منوب يا ابو عزيز. اسمع شيخنا، شو رأيك ندعو الليلة لاجتماع على كل كبارية الحارة ووجهائها ونقعد مع بعض ونشوف شو رأيهم ونحكي؟ على بركة الله.